وأيضا يسأل عن الإنسان عندما يصلي النوافل، بعض الناس يصلي الشفع ثم يتحول يمينا أو شمالا ليصلي صلاة الوتر، فهل هذا التحول من مكان إلى مكان مشروع؟ هو الأصل فيه أن بعد صلاة الفرض يعني يغير مكانه قبل أن يصلي النافلة، أي نعم. النافلة كانت نعم. ويعني العلماء تحدثوا عن هذه المسألة وبعضهم قال، لكن هذا الفعل استحبابي يعني لا يترتب على تركه إثم، وإنما يترتب على فعله أجر. وقالوا يعني في علة ذلك لتغيير المكان أن الأرض تشهد يوم القيامة للمصلي بتغير هذا المكان. ثم بعد ذلك الأوضح من ذلك أنها مسألة وردت في الأثر، أن يعني عمر بن الخطاب أمر أحد المصلين من الصحابة يعني أراد أن يتنفل بعد أن أنهى فرضه، أمره بأن يغير مكانه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصاب الله بك يا ابن الخطاب، يعني أقره على ذلك، فأصبحت سنة يعني فيها ثواب حكاية تغيير المكان. والله أعلم. بارك الله فيك.